نانا سما المصري. مساء الخير. مساء الخير يا استاذه. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك استاذه سما قريتي اسباب الاستبعاد في قرار المحكمه؟ انا بصيت بسرعه كده حضرتك على الحيثيات والمحامي قال لي عليها، بيقولوا ان تقريبا طيب الخصال من الصفات الحميده المتطلبه في الفرد وفي عضو مجلس النواب، وان الشروط دي لو ما توفرتش بيتم اضطراب في الاوضاع العامه، ومش محتاج طيب الخصال لدليل. مش عارف يعني، انا مش يعني مش فاكراها بالظبط يعني. بس انت فهمتي كلمه طيب الخصال دي؟ لان دي لغه عربيه، يعني حتى احنا كاعلاميين بندور في لما بنلاقي كلمه صعبه بندور في المعجم. انت فهمتي طيب الخصال؟ يعني تقريبا حسن السلوك. او طيب الخلق يعني، هكذا المعنى ده. بص يا فندم، اتفضلي. انت حضرتك عرضت دلوقتي فيديو للسيد الرئيس، قال كان بيتكلم عن تعديل الدستور. انا هقف بس عند نقطه الدستور. انا بدايه لما رشحت نفسي في شهر فبراير اللي فات في دايره الازبكيه وعابدين، رشحت بناء على اللي بيكفله لي القانون والدستور. لو كنت اعرف ان هي في النهايه هيبقى في تقييم شخصي لافراد، مع احترامنا ليهم محكمه كبيره وقضاء عظماء على راسنا من فوق، ان هيبقى في تقييم شخصي. مساله التقييم الشخصي دي بتختلف من واحد للتاني، يعني هم لو كانوا 7 قضاة او 9 قضاة، لو كان في 7 او 9 مش عاجبهم اللي انا بعمله، يعني ما هو ده ممكن ناس تعجبهم وناس لا. بس هنا السلطه القضائيه او القاضي بيبقى ممثل عن المجتمع يا استاذه سامة. ايوه يا فندم، بس انا قدمت في الاول بناء على الشروط اللي اتطرحت قدام المجتمع كله، اللي هي فيش وتشبيه، الشهاده بتاعتي بتاعت التخرج، ليسانس اداب انجلش، ان انا الكشف الطبي بتاعي ما فيهوش مشكله. فانا قدمت بناء على الشروط اللي حطتها اللجنه. انا اتقبلت واخدت رمز اللي هو كان الدبابه في شهر فبراير. بس هو بيبقى في بعض الشروط الخاصه يا استاذه سما بالسمعه العامه وعدم وجود اي شبهات، وحتى الحكم قال ان هذا لا يعني عدم وجود الشبهات او مساله حسن الخصال او حسن الخلق مش محتاجه صدور احكام ضد الشخص، ولكن مجرد وجود شبهات عامه. انا عايزه اخرج من النقطه دي بصراحه شديد. لا بس انا عايزه اكلم حضرتك بس في النقطه دي. اتفضل. اولا حسن الخلق هو مش بيتكلم في شخصي. المحكمة ما اتكلمتش في شخص، في اخلاقي. المحكمة بنت حكمها على ما تقدم به المحامي من كليبات. طيب هل معنى حضرتك ان دلوقتي واحد يطلع يمثل دور تاجر مخدرات، هل معنى كده او شرير، معنى كده ان هو راجل شرير في حياته الشخصية؟ انا بدخل برلمان يا فندم مش كفنانة، ده العمل اللي انا بقدمه. انا بدخل برلمان كست، كهي بقى سما المصري اللي هي اسمي الحقيقي سامية احمد عطية، ده انا داخله بيها بشخصيتي انا، مش داخله باعمالي الفنيه. والا بقى كنا هنقيم. طب ما حضرتك في نواب كتير من الحزب، والحزب الوطني داخل بكثافه، وقوائم كتيره زي حب مصر فيها حزب وطني، والمصريين الاحرار فيها حزب وطني، ومنهم نائب معروف اتعرف عليها بكده بانه نائب الترامادول. يعني طيب استاذه سما، استاذه سما، انا سمعت حضرتك في عدد من الحوارات الاعلاميه، وخليني اقول لحضرتك حاجه بصراحه شديده، يعني يعني قبل ان اكون اعلاميه ومواطنه مصريه، انا حسيت ان حضرتك عايزه تشتغلي في العمل العام، وقلتي في كل تصريحاتك انك نفسك تخدمي الوطن ونفسك تشتغلي على قضايا الناس وهمومهم. خليني اقول لحضرتك حاجه، بعد صدور هذا الحكم، اصل خلي بالك البرلمان ده مش اول برلمانات ولا اخرها، يعني هيبقى فيه وفي انواع كتيره واشكال كتيره للمشاركه المجتمعيه، للمشاركه في العمل العام، للاهتمام بالهم العام، مش بس المشاركه في البرلمان. فاذا كانت لديك هذه النيه الصادقه، وانا احسبك هكذا يعني، ما مش هتفكري انك تراجعي نفسك في عدد من الاعمال الفنيه اللي انت قدمتيها لتقديم صوره مختلفه؟ ليس عيبا ان الانسان يسير في اتجاه ما او يؤدي اداء عام، لكن ربما يجي له فتره رغبه في انه يؤدي زي ما قلت لك او يقوم بدور يتعلق بالهم العام او الخدمه العامه. ده يخليكي هتحسبي بشكل مختلف خطواتك الفنيه القادمه؟ بصي يا استاذه رشا، انا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده انا قلته، انا لما عملت الاغنيه للناس متضايقه منها بتاعت الشبشب بتوعها دي في شهر 11 اللي فات، ضايقت الناس في شهر 11، انا اعتذرت عنها في شهر 12. لا كان في نيه بقى لتقديم حاجات للانتخابات، ولا كان في فتح باب الترويج، ولا حد كان عارف انتخاباتها هتتعمل ولا مش هتتعمل. فانا نيه ان انا اعمل حاجات كويسه، ده في نيتي. ليه؟ علشان جمهوري. انا الحمد لله ليا جمهور كويس، الجمهور بتاعي زعل وعمل كومنتس كتير على القناه وعلى الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ان هو متضايق من الموضوع ده. فانا وقفت الموضوع ده، حتى بعت بعدها قناه سليل واعلنت كده ومبقتش اظهر عليها خالص، وقلت انا هعمل حاجه كويسه. من حين الاغنيه دي حضرتك من شهر 12 تقريبا لحد حين هذا انا ما عملتش عمل فني خالص.
لاني بدات ساعتها هدخل في شهر فبراير في التقديم للانتخابات، وبدا ادخل اتاقلم وانزل اشوف الدوائر واشوف الناس وكده، مع اني ما نزلتش كتير. ما هي اصلا انا بشتغل اعلامي يا استاذه سما، الصوره لا تغيرها الا الصوره. يعني خليني اشرح لحضرتك ده، يعني لو حضرتك عامله صوره او كليب معين مش هيغيره ان حضرتك تشتغلي شغل بقى بطريقه مختلفه. لا يا فندم، انا لما عملت حاجه انا اعتذرت عنها عشان جمهوري ما حدش يشوفني بالشكل ده، وانا ما حبيتش يبص لي البصه دي، فانا اعتذرت احتراما لمشاعر الناس. في ناس كتير قوي بتعمل حاجات ما بقاش عندها حتى شجاعه الاعتذار، فانا غلطت. ايه المشكله؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيسامح، ما حدش عايزين يعني. كل تخيلي حضرتك كل الانتقادات الايام دي على الاغنيه دي يا جماعه. طب ما كان في اغاني قبل كده انا عاملاها ضد الاخوان وكنت واقفه لوحدي، هتقولي لي كان فيها بعض الافيهات. انا الافيهات دي كنت بعملها بكوميديا برضه، ولما كنت بلاحظ حاجه فيها كنت بشيلها على طول. واعتذرت. انا واعتذرت يا ولن تقدمي في الفتره القادمه، ده نيتك انك لن تقدمي اي اعمال شبيهه بما كنت تقدميه. وده اللي انا اعلنته الحقيقه امبارح على في مداخلات في بعض القنوات وفي بعض المواقع. لما سالوني انت بعد ما استبعدتي هتعملي ايه، قلت لهم يا جماعه العمل الخدمه العامه للناس مش مقتصر على مجلس الشعب، بالعكس انا دلوقتي صحيح. لما انزل واحاول ان انا اخدم الناس هبقى ماليش غرض، والناس هتقول مالهاش غرض، وده بالنسبه لي اهم بكتير. لان انا قبل ما اكون واحده كنت مرشحه فنانه، فهمني اكسب جماهيريه وحب من الناس. فانا قلت امبارح ان انا على الرغم من كده انا هحاول ان انا انزل واشوف حاجات للناس او اعمل برنامج تقيل يناقش مشاكل الناس، وفي نفس الوقت لو فكرت في يوم ان انا اعمل اغنيه لطرح مشكله ما مش هرجع تاني للاغاني اللي كانت بتضايق الناس.